امتنعت السلطات القطرية في محاولة بائسة لإثناء المصريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية عن تشغيل الحافلات اللي بتنقل الراغبين إلى منطقة مجمع السفارات في الدوحة، ووصلت أعداد مقدرة منهم إلى مقر مكتب رعاية المصالح المصرية في قطر الذي يرفع علم اليونان مصطحبين أطفالهم طبعا وأدلوا بأصواتهم ورافعين أعلامهم وأعلام طبعا مصر، وكانت أجواء كلها مصرية بحتة. حظت صورة المصريين داخل مقر الانتخابات في الدوحة بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المصرية في إشارة إلى الفشل الذريع الذي منيت به السلطات القطرية ومن خلفها تنظيم الإخوان من الحصول على صور لأجهزة إعلامهم التي تحاول التشكيك في الانتخابات المصرية. واعتبر بعض المغردون على تويتر أن وصول المصريين لمقر الانتخابات والإدلاء بأصواتهم مثل صفعة قوية لتنظيم الحامدين.